هؤلاء مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن لها أن تخلق إلا تصورا ناقصا وناقصا. بالنسبة لمداخلتي ستكون في شقين، أبرز التساؤلات سنطرحها كما طرحها الأستاذ علي المهلب، وكذلك الشق الثاني أن أعرض لهذه الوثيقة الأخيرة. بالنسبة للوثيقة الأخيرة وما يسمى بمشروع الجهوية المتقدمة، هذه الوثيقة الأخيرة لا يمكن أن أعرض لها بجميع تفاصيلها لأنها تحتاج إلى أيام دراسة وأيام دراسية وأيام للعرض، لكن سنحاول أن نتلمس جوانبها الأساسية، وكذلك سنعرضها في إطار سياقها. إذن كما تعرفون جميعا بأن مسألة ما يسمى كمصطلح الجهوية كان واردا كما أشار الأستاذ المعلم بأنه كان يشار إليها سابقا في إطار المخططات الخماسية للمغرب، ولكن وكان كذلك تقسيم ترابي لست جهات، من بعد ذلك إلى 16 جهة، وفي 2010 جاءنا ما يسمى بحدث ديال الصحراء المغربية، وكان الجواب ديال سلطات البلاد أن سلطات الحكم في البلاد أنها ارتأت أن تستمر هذا المفهوم للإجابة على قضية الصحراء، وبالتالي أن تعطي ما يسمى برؤية جواب للأمم المتحدة حول أنها ستسعى إلى تقسيم جهوي جديد، تقسيم جهوي رعى الخصوصيات ورعى الاستقلالية وكذا، معنى جواب على قضية الصحراء بالأساس. في 2010 طرحت الفكرة في هذا السياق، تم بعد ذلك إنشاء ما يسمى باللجنة الاستشارية الجهوية، ومن تأسست بمعنى عينت باش تأسست، بمعنى لم تنتخب ولا شي حاجة، ولم تكن نتيجة نقاش وطني، ولكن كانت معينة من طرف الملك وتم تعيينها وإحدى